فيس تشوفريات محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب. أهلا بك معنا سركيس، شكرا على وجودك. ما هي الأهمية اللي يعني ممكن أنه نطلع عليها اليوم بهذا الاجتماع، كون أنه كان الاجتماع السابق هو الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين، وبناء عليه استطاعوا أن يبنوا قراراتهم حول توجهات الفيدرالي الأمريكي؟ نعم، اجتماع هذا اليوم بالفعل مهم جدا، ليس فقط بالنسبة للمتداولين في الأسواق المالية، بل أيضا بالنسبة للاقتصاديين والذين يتابعون الفيدرالي الأمريكي والاقتصاد الأمريكي. فالاجتماع هذا اليوم سيكون الأول بعدما غير الفيدرالي الأمريكي من سياساته بالنسبة لرقابة التضخم واعتماده على متوسط التضخم لتحديد السياسات. لكن هنالك عدة أمور يجب أخذها بعين الاعتبار، رغم أن التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيثبت أسعار الفائدة، وعلى الأرجح سوف يثبت أيضا سياساته النقدية. من هذه النقاط المهمة التي يجب التركيز عليها هو أي تعديلات في توقعات الفيدرالي الأمريكي بالنسبة للنمو في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وكذلك معدلات البطالة وأيضا التضخم. فقد شهدنا انخفاض البطالة من مستويات 14.7% إلى 8.4%، والآن كان الفيدرالي متوقع سابقا بأن يبلغ البطالة عند 9.3%. فماذا سوف يغير هذا اليوم الفيدرالي؟ من المرجح أيضا أن يخفض توقعاته بالنسبة لمعدل البطالة لهذه السنة. أما بالنسبة للتضخم، فمن المتوقع للفيدرالي الأمريكي أن يرفع من توقعاته للتضخم بعدما ارتفعت نسبة التضخم من مستويات 0.1% إلى 1.3%، بينما كانت توقعات الفيدرالي تشير إلى 1%. وأخيرا أود أن أشير أيضا إلى أن الفيدرالي ربما سيشير إلى تعديلات عن كيفية قراءته للتضخم المستقبلي، حيث كان سابقا يعتمد على نسب البطالة وأيضا معدل نمو الأجور لتحديد مستويات التضخم المتوقعة. لكن شهدنا خلال السنوات الماضية وهذه السنة في بدايتها أيضا انخفاض نسب البطالة بشكل كبير واستمرار نمو الأجور، لكن بقي التضخم منخفض. فكيف سوف يبدأ الفيدرالي الأمريكي في إصدار توقعاته الجديدة للتضخم؟ فهذا موضوع مهم جدا يجب النظر له هذا اليوم، إلى جانب التوقعات الاقتصادية والتي أعتقد بأن الفيدرالي سيحسنها قليلا، لكن مع إشاراته إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيستمر بحاجة للدعم كان من الفيدرالي الأمريكي أو الحكومة الأمريكية. فاجتماع هذا اليوم ربما يكون ذو أهمية كبيرة جدا، وفيها العديد من التغير للتوقعات المستقبلية. موضوع أخير يجب أن أشير له أيضا هو أن المتداولون سيتابعون إلى متى سيستمر الفيدرالي الأمريكي بسياساته الداعمة للاقتصاد. سابقا كانت التوقعات تشير إلى احتمال أن يبقي على سياساته إلى 2022، لكن حاليا أصبحت التوقعات تشير إلى احتمالية الحفاظ على سياساته إلى 2023، وهذا التغيير إن حصل بالفعل سيكون له تأثيرات كبيرة على التوقعات الاقتصادية في أمريكا، وأيضا تأثير مباشر على الأسواق المالية. نعم، شهدنا سركيس يعني الارتداد اللي حصل أيضا على أسعار الدولار من أدنى مستوياته. اليوم كيف سيكون تحركات الدولار على وقع أي قرار من الفيدرالي؟ نعم، بعدما ارتفع الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين، نلاحظ هذا الأسبوع بعض الاستقرار رغم القليل من الميل للانخفاض. كما أشرنا، التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي رغم أنه سيحسن من توقعاته بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، إلا أنه سيؤكد على أهمية الاستمرار في سياساته التحفيزية للاقتصاد ربما حتى عام 2023. ولو تم بالفعل تأكيد استمرار هذا التحفيز لفترات زمنية طويلة، إن كان بأسعار فائدة متدنية جدا، وإن كان أيضا ببرامج شراء الأصول وكذلك برامج تأثير ذلك سلبي على الدولار الأمريكي ويدفعه للانخفاض. حتى لو لم ينخفض الدولار الأمريكي اليوم لأسباب أخرى، لكن على المدى المتوسط والطويل في حال اختار الفيدرالي الأمريكي لذلك، فقد ينخفض الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة. لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه لو أشار الفيدرالي بأي طريقة حتى بطنا إلى أنه سيبدأ بالنظر للتضخم في حال ارتفع لمستويات كبيرة، مثلا مستويات فوق 2.5%، وسوف يأخذ ذلك بعين الاعتبار، فربما يكون ذلك تأثير إيجابي على الدولار حتى ولو كان بشكل مؤقت. نعم، طيب يعني هذه المرة ما الذي يمكن أن يقدمه قرار الفيدرالي بالنسبة للذهب سركيس، وخصوصا أنه شفنا عم بحلق
بالفترة الماضية فوق مستويات الألفي دولار، هل يمكن أن يعطيه أي حافز اليوم هذا القرار؟ تحركات أسعار الذهب بالفعل حفزها ليس فقط الفدرالي الأمريكي بل مجمل البنوك المركزية حول العالم، وقرار الفدرالي الأمريكي هذا اليوم إن كان في إشارات الاحتفاظ بسياسات نقدية تسهيلية على المدى المتوسط والطويل سيكون أيضا تأثير ذلك إيجابي جدا على أسعار الذهب، لكن على المدى المتوسط والطويل، إذ أن الأنظمة الزمنية القصيرة واللحظية أتكلم عن هذا اليوم وبقية الأسبوع وربما الأسبوع المقبل، فهنالك مؤثرات أخرى قد تؤثر على أسعار الذهب، منها تحركات الدولار الأمريكي وأيضا الشهية للمخاطرة في أسواق العادة المرتفع. وفوق كل ذلك المتداولون حاليا يراقبون عودة التوترات السياسية ما بين الولايات المتحدة والصين تجاه الاتفاق التجاري، وكل ذلك قد يكون له أيضا تأثير على أسعار الذهب، إلى جانب بعض التصريحات من الرئيس الأمريكي ترامب والتي أشارت إلى احتمالية أن يتم إيجاد لقاح ناجح لفيروس كوفيد 19 خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هذا كله قد يؤثر على أسعار الذهب على المدى القصير، ربما يسبب تذبذب وربما بعض الانخفاض، لكن على المدى الأبعد قليلا فاحتمالات الارتفاع بحسب توجهات الفدرالي الأمريكي لهذا اليوم قد تكون قائمة بالنسبة لأسعار الذهب، ومستويات فوق الألفي دولار متاحة بالفعل. نعم، وأخيرا خلينا نتحدث عن النفط بما أنه أيضا يعني الأسواق تتأهب أيضا لعاصفة سالي في المكسيك اليوم، كيف يمكن أن نرى تأثير هذه العاصفة على أسعار الذهب سركيس أو النفط عفوا؟ نعم، يوم أمس تم الإشارة إلى أن الانخفاض في الإنتاج من بعض المنتجين في خليج المكسيك بلغ 396 تقريبا ألف برميل، لكن بدأنا الآن نسمع في أنباء تشير إلى أن الانخفاض في الإنتاج قد يتراوح بين 3 مليون إلى 6 مليون برميل، وهذا بالتأكيد قد يكون له تأثيرات إيجابية، خصوصا بعد تقرير يوم أمس من معهد البترول تم الإشارة فيه إلى انخفاض مقداره 9.5 مليون برميل، وهذا حفز بالفعل ارتفاع في أسعار النفط. واليوم نحن في انتظار من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضا تقرير المخزون الأمريكي، ومن المتوقع أيضا أن يشير لانخفاض في المخزون، وهذا كله قد يحفز بعض الارتفاع في أسعار النفط. نعم. لكن الارتفاعات الكبيرة غير مرجحة في الوقت الحالي، ففيروس كوفيد 19 ما زال يمنع التنقلات إن كانت عبر السفر أو غيرها، كذلك انتهاء موسم العطلات في العديد من المناطق حول العالم ومنها الولايات المتحدة قد تثقل على الموجات الصاعدة التي أرجح أن تحصل بالفعل في حال شهدنا المزيد من الانخفاض في المخزون، لكن هذا الارتفاع كما أشرنا قد يبقى محدود مع حقائق تثبت احتمالات انخفاض الطلب العالمي، حتى أن منظمة أوبك أصبحت تتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط بواقع 9.46 مليون برميل على مدى هذه السنة، وقد خفضت توقعاتها عن التوقعات السابقة التي بلغت 9.06 مليون، وبالتالي لا أستبعد حصول بعض الارتفاعات في أسعار النفط، لكن هذه الارتفاعات ربما سوف تبقى محدودة لبعض الوقت لحين تأكيد عودة استقرار الطلب العالمي بشكل حقيقي. نشكرك سركيس تشبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.